صدق الله العظيم. عملت لك شاي بيهدي الأعصاب. اسلموا ايديك يا حبيبتي. أمينة رح تكون منيحة، بس أنتي كيفك؟ رح كون منيحة إن شاء الله. ما صح اللي اسألك من اللبكة. هاتي احكي لي شو القصة؟ بدك تحكي لي أمينة شو اللي سمعته لحتى خافت هالقد؟ كنا عم نحكي أنا وبابا من شوي إنه أنا خايفة على علي رضا من الجماعة اللي خطفوا أبي. علي رضا الآن مع هون؟ ما عندي علم بشي رقية خانه. بابا ما عم يرضى يحكي لي، بس علي رضا كان عم يلاحقهم. علي رضا وفي كتير، ما بيفكر بحال ابنه، بيضل راكد كرمال عيلته وحبايبه ورفقاته. مزبوط، ما بعرفه من فترة طويلة، بس شفت هالشي واضح بعيونه. تعرفي كرمال ما تنمس شعرة من راس علي رضا. أنا بدفع عمري، بس ما عندي حل غير الدعاء بنوم. ما عم بعرف شو بدي أعمل خالدة. رقية خانو، بابا متابع الموضوع، متأكدة قبل ما يطلع الصبح إلا ما نعرف شي. إن شاء الله يا بنتي، والله قلبي ما رح يتحمل وجع جديد بنوم. أهلين، خير يا غوالي؟ عمكن حسن مانو معكن؟ عمي حسن طلب يضل بالحارة حكم البيك. نحن يمكن سببنا لك إزعاج، ما تواخذنا. ما في وقت لهذا الحكي هلأ. شوفي صار شي جديد؟ علي رضا ما عم نقدر نوصل له، إجينا لعندك يمكن بتعرف عنه شي. يبدو ما شاف في لزوم ليخبر. لو في شي ضروري كان خبركم، بس ما في داعي. علي رضا زلمة كتومي، كرمال اللي بيحبهم ما ينضروا، بغبة بدنه، بعرفه راسه يابس. علي رضا كفى ووفى وقدم تضحيات، هلأ صار دورنا. لو سمحت إذا بتعرف شي احكي لنا يا. علي رضا راح ليقابل جابر. كيف بتسمحوا بهيك شي حكمة آغا؟ ليش ما خبرتنا إلنا؟ نحنا ما سمحنا، وهو ما طلب الإذن من حدا، راح لحاله بدون ما يقول. طيب وإنت عم تستنى هيك راح تقدر تساعد علي رضا؟ لا مو هيك الموضوع، لساتنا عم ندور، بس لهلأ ما وصلنا له. أنا برأيي بيكونوا أخدوه على المكان اللي كانوا حابسيني فيه، ما في غيره. طيب لكن معناها وصف لنا المكان لحتى نلاقيه. اي وصف لنا اياه. مو قدران لاقي ولا قدران دلكن، لانه لما اخذوني وجابوني كانوا مربطي لي على عيوني، بس سمعت صوات طيارات طالعه نازله قريب من هنيك. بده يكون المكان نواحي المطار. نحن عم ندور هنيك اذا حابين تدوروا. طيب رح ندور. يلا خلينا نروح ندور فورا. تصبح على خير. جابر بعتني لعندك لحتى اشوف ضيفه اذا بده شيء او لا.
روح قول لمعلمك أنا ماني جاي لهون ضيف ولا جاي جربهم. بعد ما نقتل اللي عنا شو رح نعمل بالباقيين؟ شو رح نعمل؟ شو رح نعمل؟ فؤاد واحد من أقوى رجال بهالعالم تبعنا رح يجرب كل الطرق كرمال يلاقي شي مخرج للي هو فيه ما عنده حل، ومدحت اصلا ما بيكسر له كلمه. شيخ موس شرحه كمان عضت كوساي ورح يبعث لنا مين يتواسط بيناتنا، ما عنده حل مثل اللي قبله. بس غالب واحد مصروع ما بتهمه هيك شغلات، اللي بيروح لعنده بيشتبك معه، واذا ما حدا قرب صوبه ما بيقرب عليه. ما بدي يفكروا هالأوباش إنه رح تتسكر هالسيرة لأنه بعتولي علي رضا لعندي. قبل ما ندفن هالناس بالقبور اللي حفرناها إلهم ما رح يتسكر هالحساب صباح الدين، فهمت؟ عندي ما في شي بنو، انتو شو الترتيب عندكم شباب؟ أنا ما لقيت شي لهلا ولساتني عم أدور. فريد أنت شو الوضع عندك؟ أنا كمان ما لقيت شي بنو، الرجل مقطوعة منه، بس رح ضل عم دور لحتى لاقي. يا أخي أرني ما بتلاقي فيها الدومري، زلمة ما شفت. اسمعوا يا رجال، بدنا ندور للصبح، لازم نلاقي علي رضا بأي تمن. رح نلاقيه عمي. إيه رح نلاقيه، شو ورانا؟ Thank you.